اتحاد الجزائر، وهذا قبل انطلاق مباراة الكأس التي جمعت بين اتحاد الجزائر أحد أقوى الأندية الجزائرية وهلال سيك الذي كانت أمامه فرصة للبروز مع حضور مناصر الفريقين وشروع رفاق العفاوي في التهديد المباشر لحارس هلال سيك. وفي ظل عجز أشبال المدرب عبدو عن الوصول إلى الحارس زيماموش، قطع مهاجم الاتحاد دهام الشك باليقين وافتتح باب التسجيل بتميز في الدقيقة 26. رد فعل زملاء المهاجم زازيغ كان عن طريق الهجمات السريعة لكن مفعولها بطلة بفخ وضعية التسلل. وفي الدقيقة 41 اتحاد العاصمة يضاعف النتيجة عن طريق ضرب الجزاء. في الشوط الثاني حاول كل فريق السيطرة على الكرة، ومنذ الدقيقة 56 أكمل هلال سيك اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب حمدت قبل أن يضيف اللاعب جديات الهدف الثالث لصالح اتحاد الجزائر. وبعد تسجيل الإصابة الثالثة استسلم فريق الهواة للأمر الواقع وسارت المقابلة في اتجاه واحد، مما مكن جديات من إضافة الهدف الرابع ليتبعه العفاوي بهدف خامس بعد أن تلقى كرة بفتحة مدققة من اللاعب البديل بوعزة، وهذا قبل نهاية اللقاء بست دقائق الذي استجابت نتيجته للمنطق الكروي.